أيتها المواطنات، صاحب الجلالة يخاطبكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد أنعم الله تعالى على بلادنا التلاحم الدائم والتجاور التلقائي بين العشر الشعب، وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة الأمة. لقد ساهمت تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم وتوالي سنوات الشفاف على المستوى الوطني في ارتفاع تكاليف المعيشة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. لذا وجهنا الأمة لاتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيف آثارها السلبية على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق للمنتوجات الضرورية. واليوم مع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم على المستوى العالمي، فإننا في أمس الحاجة إلى جدية وإشاعة الثقة واستثمار الفرص الجديدة لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد أطلقنا مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفات، وقمنا بتسليم مسار قطاع الطاقات المتجددة. وإذ الاجتماع الذي ترأسناه في هذا الشأن، أعدت الحكومة مشروع أرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر، وإننا ندعوها للإسراع لتنزيله بجودة لازمة وبما يضمن تمثيل تثمين المؤهلات التي تدخل بها بلادنا والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين في هذا المجال الواعد. واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر المشروع نهاية هذا العام، كما كان مقررا في منح التعويضات الاجتماعية لفائدة الأسر المستهدفة. ونأمل أن يساهم هذا الضغط المباشر في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال الذين نحس بمعاناتهم. وستشكل هذه الخطوة إن شاء الله ركيزة أساسية في نموذج التنموي والاجتماعي لزيادة كرامة المواطنين في كل أبعادها، إما في مجال تدبير الموارد المائية الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة. فقد حرصنا على منورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027، وإننا ندعو للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مؤكدين أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي اللامسؤول للماء. شعبي العزيز، في ظل ما يعرف العالم من اهتزاز في منظومة القيم والمرجعيات وتداخل العديد من الأزمات، فإننا في أشد حاجة إلى التشبث بالجدية بمعناها المغرب الأصيل. أولاً، للتمسك بالقيم الدينية والوطنية وبشعارنا الغالب الله الوطن المدني. ثانياً، في التشبث بالوحدة الوطنية والتراب للبلاد. ثالثا، في صيانة الروابط الاجتماعية والعائلية من أجل مجتمع متضامن ومتماسك. رابعا، في مواصلة مسارنا التنموي من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجتمعية. تشرفنا اليوم باستماع لخطاب الملكي السامي بمناسبة تربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين، وكان خطابا كالعادة جامعا لكل المعاني والآمال التي يتطلع إليها صاحب الجلالة لهذا البلد الأمين الذي يشرف ب كل خير وأمن واستقرار تحت قيادته الشريفة. كانت القضايا التي أثارها الخطاب
تركز على ما يتطلع إليه الشعب المغربي والشاب المغربي بالخصوص، وما يتحلى به الشباب المغربي من خصوصيات ومن أخلاقيات، من الجدية، من الآمال، من الطموح إلى غير ذلك. أعطى خارطة الطريق دقيقة جدا لما ينبغي أن يكون لتحقيق تلك الطموحات المسطرة. سأل الله تبارك وتعالى لمولانا أمير المؤمنين دوام الصحة والعافية. الخطاب الملكي ذكرى 24 كان خطابا كالعادة، خطابا ساميا، خطابا جامعا، يعني أعطى الأمل للمغاربة في واحد الأفق جديد، وخاصة تم التركيز على الشباب المغرب من أجل الإخلاص، من أجل الطموح، من أجل التفاني في العمل، من أجل أن تكون يعني دفعة ونقلة جديدة من حسن إلى ممتاز إن شاء الله. فهذا كالعادة دائما عودنا جلالته نصره الله على خطابات دائما يعني تجعل قلوبنا مطمئنا ومساعدين ومسرورين على ما يصله وعلى ما يلقنه وما يتجه به إلى الشعب المغربي الأبي. وعلى ضوء ذلك أتمنى من المولى جلت قدرته أن يديم على صاحب الجلالة الملك محمد السادس دوام الصحة والعافية والهناء والطمأنينة لبلاد، وأن